ستكون المنافسة شديدة. وفي حالة قرادة هانومن فإن القرد يستخدم الفكين واليدين والعضلات للفوز. في ضواحي جودبور في راجستان تعيش مجموعات القردة على فضلات الطعام التي يرميها السكان المحليون، لكن ومع تزايد أعدادها طوال الوقت تتصارع المجموعات على السيطرة على المناطق والطعام. تريد الجديدة منها احتلال مناطق القردة الساكنة فيها بالقوة، الذكر المهيمن والزوجات والصغار. إن خسرت المعركة ستجد القردة المقيمة صعوبة في العثور على ما يكفي من طعام لإبقاء صغارها على قيد الحياة. لذا ستناضل من أجل كل شيء. بدأت المعركة باستفزاز القردة المتطفلة للمقيمة في لعبة مضايقة مزعجة. ومن ثم ينزل الذكر المهيمن الغازي إلى الساحة، وبوزن 18 كيلوغراما تعد ذكور قردة هانوما أكبر من الإناث، وأسلحتها أكبر أيضا، ويمكن لأنيابها بطول سنتيمترين ونصف سنتيمتر أن تخترق جمجمة قرد صغير. استولى الذكر المهيمن على الأرض لصالح القردة الجديدة. تشكل الإناث خط جبهة للدفاع عن الحيوانات المقيمة، إنها تملك ميزة السكن. واستعر القتال ليصبح حربا شاملة. هاجمت الحيوانات الدخيلة، لكن المقيمة تحفظ المكان وشكلت في النهاية فريقا واتجهت نحو الغزاة. كانت طريقتها تتلخص في تفريق الأفراد والانقضاض عليها لإطعام الذكر المهيمن. هذه مغامرة كبرى، لأن الأمهات كانت في مهمة حياة أو موت. ربما كان الذكر المهيمن أكبر، لكنه لا يقاتل مع قبيلته في وحدة متناسقة. وبروح الفريق اخترقت الحيوانات المقيمة خطوط العدو. فاز العمل الجماعي بهذا اليوم، وتم طرد المتطفلة من المنطقة. لكن ومع ازدياد أعداد القردة ستزداد المنافسة أكثر على الطعام.